org. كنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم وعلى يعني الاقتراحات ديالكم، ومن دواعي السرور ان تكون استفادة عامة، يعني انكم تستافدوا من هذا البرنامج التعليمي، وكذلك حتى انا كنستافد لان كنتفكر بزاف د الحوايج و يعني كنديرها. فنطلب منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير وإضافة اقتراحاتكم وطلباتكم، يعني حتى نقدروا ان شاء الله ننفذوها. فاليوم غادي نديروا أغنية خليجية الثانية من بعد الأماكن اللي كنا درناها. اللي بغى يشوف الأماكن راه يرجع للقناة فغيلقى الفيديو ديال الأماكن. فارتأيت أن ندير أغنية جميلة جدا يعني خليجية معروفة للفنان حسين الجسمي، وهي أغنية شوف الجبل واقف. شوف الجبل واقف يعني أغنية مشهورة وإيقاعها سريع وجميل، فارتأيت أنني نقوم بالتفصيل ديالها وناخذ عليها نبذة، يعني تاخذوا عليها نبذة مختصرة. فابقوا معنا ومشاهدة طيبة. أولا أغنية شوف الجبل واقف للفنان حسين الجسمي هي كرد على الري، كرد على الري الذي يبدأ من هنا. والكرد على الري كالعلامات الموسيقية في السلم تكون السي بيمول والمي بيمول، السي بيمول والمي بيمول كعلامات في السلم الموسيقي. وطبعا الأغنية ممكن عزفها كرد على لا أو الري أو الدو على حسب الطبقة الصوتية لكل مغني. نأخذ إيقاع هوا على سرعة 104 ثم نقوم بالمقدمة. نعيدها ببطء. ثم الآن نقوم بهذه المقدمة وكذلك الغناء. شوف الجبل واقف ولا هز تهريح، شوف القمر عالي ولا يمكن يطيح، شوف القمر عالي ولا يمكن يطيح، شوف الجبل واقف ولا هز تهريح، شوف القمر عالي ولا يمكن يطيح، شوف القمر عالي ولا يمكن يطيح، وانا الجبل في عزتي وفي وقوفي، والبدر من طولي توسد كتوفي، وان كنت تبغي وفى العمر توضيح، ما طيح من هزي ولا تهزني، شوف الجبل واقف ولا هز تهريح، شوف القمر عالي ولا يمكن يطيح، شوف القمر عالي ولا يمكن يطيح. طبعا كانت هذه نبذة مختصرة من أغنية شوف الجبل واقف للفنان حسين الجسمي. أتمنى لكم الاستفادة، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.